الميانة بين الأصدقاء إلى أين ممكن أن تصل؟ طبعا الحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضمنا في الاستديو الدكتورة فوزية الوجيت، مدربة ومستشارة أسرية. يا شفتي أنت كيف دكتورة دوبا من كثر ما بتمون علي شفتي إيش كانت قاعدة بتسوي. حياكم الله. لكن خلينا نفهم في البداية دكتورة إيش هو مفهوم الميانة وإيش معنى كلمة ميانة؟ تمام، حياكم الله وسعيدة أني ضيفتكم دائما. نورينا دائما، مواضيعكم جميلة ومع الحدث. الميانة جميلة بين الأصدقاء بالذات الحلوات اللي جنبي. طيب بالنسبة للميانة أساسا مصطلح عام الاستعمال، لكن بالفصحى هي تأتي بمعنى أمان، مآن عفوا بالهمزة الألف المهموزة. قال الفراء في تاج العروس: أتاني وما مأنت مآنه، بمعنى لم أكترث له أو لم أشعر به أو لم أتهيأ له. بالمصطلح العام أنها رفع الكلفة أو سقوط الكلفة بين شخصين أو بما مع من تحب، سواء شخصين أو أكثر من أشخاص. هذا أكبر دليل على الميانة الجميلة. أهم شيء في المصطلح يعني المهم للميانة أنها لابد أن تكون تستطيع أن تتكلم بحرية تامة مع مراعاة الاحترام كينونية الشخص. إذن هناك شعر رفيع جدا. نعم. صحيح. حتى نحافظ على الاحترام فعلا بين العلاقات، خصوصا الصديقات الجميلات غزل وعبير. نعم. احلى ما فيهم انه نظراتهم حلوه تدل على الميانه، قلوبهم صافيه فعلا. نعم. يعني نعم. هذا اهم ما في الموضوع. صحيح. فعلا هو الميانه الشرط الاساسي فيها الاحترام. ما قل عنه او يعني بدا يقل الاحترام، هنا نبدا نقول عليه فضول وليس ميانه. يعني هي مسألة نسبية مع يا دكتورة. نعم. فوزية. نعم. فبالتالي احنا لازم نكون حذرين بهذا الموضوع، خصوصا انه الان تغير المفهوم كليا، خصوصا سابقا كانت تعتبر الميانة لها قدر بحيث انها لها شان في الماضي، انه هذه الميانة تكون لشخص له شأنه في العائلة، في القبيلة، في الأسرة، في المدرسة، في العمل، في أي مكان، بحيث أنه يستخدم هذا الشخص لحل مشاكل، توجيه مشكلات، توجيه حلول، كانت الهدف منها سامي. الآن أخذت بطريقة أخرى، أنه أنا بصير ميونة أو ميانتي قوية مع زميلتي عشان ألطف الجو أو أزيد العلاقة. مع أنها هي مو بالقصد أنها يصير فيها علاقة بقدر ما تكون تجريح للآخر. تجريح. نعم. لأنه حيكون فيها مساس للكرامة الشخص واحتراماته. غالبا الميانة تكون بين طرفين، هذا الشيء الأساسي. بس الطريف فيه أنه غالبا اللي يكون تتم عليه الميانة يكون شخص طيب جدا. ابغى اشوف مين التعابير جميله اليوم. نموذج حي في الاستوديو. نعم. بس الذي يعمل الميانة على المسكين ايوه يكون دائما شرير. لا مو شرير. لا يعني قوي يعني الله حسبه بس. لا هي ما تصل كذا، هي بقدر ما هي تكون شو نقول فيها نوع من الجراءة. وجهه مغسول بمرقة. لا انا مرضاه. بس مو المقصود انت ابدا. عارفه استاذه فوزيه كيف هي ممكن تكون في ميانه بين الاصدقاء؟ يعني نعم. انت قلتي هي الميانه انه ترفع الكلافه ما بينهم. صحيح. لكن ايش هي كيف نرفع الكلافه؟ يرفع الكلافه عن ايه بالضبط؟ بحيث انه عشان نوضح اكثر. نعم. يعني هي الهدف من انه ارفع الكلافه ارفع الرسميات. يعني بدل ما انا اجي والله يا استاذه يا استاذه، انا ما اقدر اقول لك انا فوزية أجي والله أقول لك بالميانة على طول يا غزل، لا بالعكس بقول لك يا أستاذة، لأنه لازلت ما بيني وبينك هي الميانة المطلوبة، ما زال في حواجز. نعم. هذه أساسيات، أنه لأنه كل فرد عندنا له ثلاث هالات من الطاقة حولنا. امتداد كل طاقة هالة من الشخص، من حدود الشخص إلى 50 سنتي، هذه النسبة التقديرية، لكن في ناس قد يخلونها أقل وقد
يكونون تكون أكبر على حسب من حدود الشخص إلى 50 سنتي. هذه الهالة اللي نسميها الهالة الشخصية الذاتية والأقارب اللي هي البرايفت زون يسمونها. نعم. المنطقة الخاصة نعم. هذه لن يعني يقدر أحد يدخل لها إلا بإذنك أنت. إما أن يكون والدين أبناء مقربين لك إذن هي مرتبطة بالعشرة الناس. نعم. اللي نشوفهم بشكل يومي أو نحتك بهم بشكل مباشر صحيح؟ نعم فعلا. بعد 50 الهالة الأخرى من 50 إلى 50 أنت يمشي 50 سنتي كل 50 من 50 إلى 100 هذه تسمى اللي هي الطبق الأقارب وما نسميها يعني الأصدقاء اللي قرابتهم تكون يعني أقل من مقدار القرابة الأساسية. طب معناته إذا هي بس مجرد أنه رسميات وأشيل الرسميات مثلا اللي بيني وبينها أو اللي بيني وبينك وعلى حسب هذه الهالات اللي نعم. هي مساحة الشخصية أنها صنف أصدقائي فمعناتها ما لها دخل أنه مثلا يكون الشخص مغسول وجهه بمرق على قولك أو مثلا خلينا نقول ما أخذ حريته بزيادة. لا أنا بقول ما لها دخل. لا لا دافع عنك تدافع عنك او انه مثلا يكون الطرف الثاني نعم طيب بزياده مثلا. ايوه لا هي شوفي حاليا هي في السابق الميانه زي ما ذكرتي الميانه اللي حاليا هي اللي انا اقول لك ياخذها بوجهه مغسول بس تعرفي ليش استاذه فوزيه يعني مثلا في دكتوره فوزيه عفوا في مثلا البعض يقول لك يا شيخ بلاش الرسميات لا تقعدي تقولي لي مثلا استاذه غزل واقول لك مثلا دكتوره فوزيه خلاص مثلا قولي لي فوزيه واقول لك غزل يعني هم في بعض الاشخاص من البدايه يقول لك بلاش الرسميات اتعاملي معايا بشكل عادي. كيف انت وقتها تتصرفي؟ هذه لا هذه ليست ميانه. لما انا اقول لشخص انا لا تتعامل معي بالرسميات الالفاظ الرسميه هذه ما فيها مشكله لكن انا اذا انا حابه اني ازور شخص ثاني وهو لا امون عليه لا بد يكون عندي رسميات. ايوه طبعا اي هذه أكيد. انا لا ليست قاصره بس على الالفاظ لكن ممكن انا اقول في العمل عادي انا فعلا يوم كنت انا مديره انديه كنت اقول لموظفاتي عادي لا حد يقول لي يا استاذه عادي ام فلان عادي يعني ما احب انه تكون في رسميات قويه في رسميات. لكن لا يعني ذلك انه انا بسمح لهم يصير عندي ميانه قويه. طب موضوع الميانه ممكن ينتقل من الاصدقاء ويروح للوالدين؟ نعم. يعني مثلا تصير تموني على ماما يعني تصير تموني على مامتك نعم. على بابتك يصير من جد زي كانهم اصحابك. صحيح الميانة على الوالدين جميلة وضرورية أي. لكن بحدود الاحترام لانه طبعاً. لهم قدر الاحتمال طبعا ما يجيك كف يلصقك في جدار ايوه او طرده برا بالضبط نعم اللي صاير الان مع الشباب والمراهقين والمراهقات للاسف انه اخذت الميانة اللي تاخذها مع البنات قد يتقبلونها وقد لا يتقبلونها تنقلها نسخا صح على الأم صح وهذا ما يليق يعني أحيانا ممكن يصير في تجريح للأم أمام الأب مثلا تقليل من الشأن والتقدير يعني مهما كان الأم أم صحيح الأب أو أقلل من أخوي أو أختي يعني هنا في 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 خلل في هذا الموضوع. أنا ممكن ميانة أنه يا غالية أضحك معاها يعني أدلها عرفتي أعاملها كصديقتي ولكن نعم. برضو لازم الاحترام ميانة أنه لازم الواحد مثلا يمون يعني عفوا فعل الله بس مثلا يمون ب ب بقلة أدب أي. نعم هو يعني هذا أنه يعني يكون مثلا قليل أدب أو قليل حياة صراحة بعض الأحيان في المواقف يقول لك أنا أمون عليك ولا أنا أنت تموني علي. لا صحيح. مش معناته أنه إحنا نمون على بعض أنك أنت لا تمون علي لو سمحت لا تمون علي فعلا هذا هو هذا اللي صاير يعني المشكلة أن نتغير المفهوم مطلقا من أنه احترام وتقدير هذا الشخص اللي أخذ الميانة أساس أنه له مكانته إلى أنه شخص يذثر كينونته يعني كينونة هذه أهم شيء الإنسان عشان يحس أنه مقدر لازم أقدر كينونته وجوده. إحنا بدينا لا للأسف المراهقات وغيره صاروا مثلا ينادوا بأسماء يا أح يا مدري إيه يا فلانة بألفاظ عادي بعدين عادي نمون إيش نمون يعني مو بكذا نمون يعني انه لك صلاحيات عندي محدوده يعني يمكن بتسمعي يا استاذه فوزيه انه الشباب بينادوا بعض بالفاظ يعني ممكن تكون بذيئة. ما نابيه ايوه جدا جدا والمشكله انه تلاقينهم اول يوم كلام
وياخذونها طق وطقطقة وخرابيط، وبعدين يجي اليوم الثاني لا يراجع نفسه. والله هو قال لي ترجع تنتقل تتحول من مزح إلى ضرب وطق ولا صح. ممكن ذبح وغيره. ففعلا الميانة صارت الآن ما هي بالمفهوم. أنا أحس يا أستاذة فوزية أن الميانة كانت على جيلنا إحنا ثمانيناتي. يا سلام تدخل يعني هذه الفترة كلها الميانة اللي هي تدخل أدخل ألاقيك أمي جالسة تغديك غدايا عادي جدا. هذه ميانة صحيح. تدخل الثلاجة تفتحها وتقفلها وأنت بكرامة برجلك، يعني هذه الميانة فعلا. الأشياء اللي حلوة، مو شرط أني أنا أغلط وأمد يدي وأسوي يعني أشياء ما تتسوى يعني ولا صحيح. أيضا من صار من المخالفات اللي تصير في الميانة أنه ما عاد فيه احترام حتى للذوق العام. يعني أنا بروح صاحبي ولا شاب بيروح صاحبه في الشارع عادي يجي له في شورت مثلا معليش في احترام للذوق العام، ليس بس احترام كلونة الشخص. يعني في حتى من هذه الأسباب تسبب اندثار العادات الأساسية الاجتماعية. صحيح. نعم أكيد دكتورة فوزية لقيت الحديث معك لا يومين، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا على هذه المعلومات، وأتمنى أن الناس تفهم إيش هي الميانة. إن شاء الله كلكم ميانة. يعطيكم العافية صراحة الموضوع جميل جدا. شكرا لك مشاهدينا. فاصل ونواصل.